أملنا بالجيل القادم. ما لازم نحن كطبقة وسطى، كطبقة مثقفة، كطبقة اعتبرت إنه التراجيديا السورية بتعنيها، إنه نحن نوقف عن أمل امرأة عايشة بمخيم، امرأة خنساء أخرى فقدت كل عائلتها وفقدت كل أملاكها وفقدت بيتها وفقدت مزرعتها، ولسه عندها أمل إنها هي ترجع وتبني كمواطنة سورية مستقبل أولادها. اليأس تخاذل، فما بالك بنحنا يلي نحنا منساهم بالمجتمع المدني بإعطاء الأمل للآخرين إنه نيأس. أنا مواطنة سورية حلمي عيش ببلد فيه أمل لأطفال بيصنعوا مجتمعهم، بيصنعوا مؤسساتهم، بيصنعوا برلمانهم، بيصنعوا ملاعبهم، بيصنعوا ألعابهم، بيصنعوا ملابسهم.